نجدد التحية ونلتقي في فيديو جديد نوثق فيه إحدى القاعات التي يتم إنشائها في الهواء الطلق. لإقامة ليلة الزفاف أو العرس كما يقال. بالطبع شيء جيد أن في هذه الظروف فنحن نتحدث في عام 2021 أن تتم أفراحنا في الهواء الطلق أو هذه القاعات المفتوحة لتجنب الإصابة بأي أوبئة أو أمراض. ولكن اسمحوا لي أن نتحدث عن ظاهرة من أخطر الظواهر التي تدمر المجتمع، وهي زواج الأطفال. وتنتشر هذه الظاهرة بصفة خاصة في القرى والأحياء الشعبية. زواج الأطفال هو زواج رسمي أو اقتران غير رسمي. غير رسمي اللي هو بيتم عمل أوراق عرفية حتى تبلغ الفتاة السن، وبالطبع شاهدنا مشاكل كثيرة تحدث من زواج الأطفال أو الاقتران غير الرسمي هذا. يبقى مرة أخرى، يعرف زواج الأطفال بأنه زواج رسمي أو اقتران غير رسمي قبل بلوغ 18 عام، وهو حقيقة واقعية بالنسبة للفتيان والفتيات، على الرغم من أن البنات أو الفتيات أكثر تضررا. وفي الدول النامية يقال أن البنات أو تتزوج فتاة من كل 3 فتيات في الدول النامية زواج أطفال، يعني زواج قبل سن 18 عام. بالطبع الزواج المبكر له مشاكل كثيرة، مشاكل صحية ومشاكل اجتماعية. وعن أضرار زواج الأطفال النفسية والجسمانية، تواجه الفتيات عدة أضرار من الزواج المبكر على مستوى جميع جوانب حياتها، مثل الفتيات القاصرات تواجه مخاطر في الحمل لأنها صغيرة في الحمل والولادة، فأظهرت الإحصائيات أنه يوجد 70,000 حالة وفاة سنويا بسبب الزواج المبكر اللي هو قبل 18 عام. نقص الوزن بعد الولادة، يعني المولود بعد الولادة يكون ناقص الوزن، سوء التغذية والمعاناة من النحافة، تأخر النمو البدني للزوجة أو الفتاة أو أم الطفل عن أقرانها. وبالطبع الزواج المبكر أو زواج قبل 18 عام له مشاكل اجتماعية. من أضرار الزواج المبكر إن قد تنفصل الفتاة القاصرة عن زميلاتها وصديقاتها في المدرسة، كما أنها تتأخر معرفيا عنهم. تتعرض هؤلاء الفتيات للاستغلال والعنف المنزلي، ترك الفتاة التعليم اللي هو التسرب المدرسي. وبالطبع وفي أغلب الأحيان التي شاهدناها قد تفشل الزيجة نفسها لصغر سن الفتاة وعدم إدراكها لمسؤوليات الزواج. ويقال إن الزواج المبكر بالطبع يعمل على زيادة الإنجاب وزيادة النسل. ويقال كذلك أن الفتيات اللواتي يتزوجن مبكرا قبل 18 عام لا يشعرن بالحياة الزوجية المستقرة لنقص الخبرة، ويزيد الشعور بالتوتر والقلق بينهم وبين الزوج، بل أن بعض القاصرات يصيبن بالاكتئاب بسبب الزواج المبكر.